إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال، اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك من المغرورين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل في علاه، الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد العامر بإذن الله على طاعته، أن يجمعنا بحبيبنا المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل هذا العيد عيد يمن وبركة، وأعاده علينا أعواما عديدة وأعمارا مديدة، ونحن والأمة الإسلامية جمعاء ترفل في النعيم وفي الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الأفاضل، لعلكم قد استمعتم في خطبة العيد ما يشفي الغليل، ولعل العبرة في من فيما يتم تطبيقه مما يسمع، فالعبرة في التطبيق وليس في كثرة الكلام، لذلك سأحاول أن أوجز ما يمكن إيجازه حتى لا أثقل على مسامعكم، وحتى لا يتسرب الملل إلى أفئدتكم. أيها الأحبة الأفاضل، كلنا يعلم أن الله عز وجل جعل لكل أمة عيدا، إن لكل أمة عيدا يعود عليهم في وقت معلوم. قال الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. مرة من خلق ربي سبحانه وتعالى الأمم إلي غاسن الأعية دنسن، يعود عليهم في كل وقت ويتكرر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، منسكا أي عيدا. كل هذه الأمم لها أعيادها، ولها في أعيادها ما لها وعليها ما عليها، ولكن أحباب الكرام، نحن معشر المسلمين أعيادنا تختلف عن أعياد غيرنا، أعيادنا لها ميزة خاصة، أعيادنا ليست كأعياد أمم غيرنا. فالأمم غير المسلمة أعيادها أعياد جاهلية أرضية، أما أنتم معشر المسلمين، أما أنتم أيها الأحبة الأفاضل يا أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، عيدكم مرتبط بالسماء، عيدكم العيد نغنشين واثقين بويا يثباب انتم واث، وإنما يشرع عيد ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، رذر عظم الزيان ورذر عظم قران. فعيدنا مرتبط بالسماء، شرعه لنا الواحد الأحد الفرد الصمد من فوق سبع سماوات، ويكفينا عزة وشرفا وفخرا أن نعلم أن هذا اليوم يوم العيد، هذا اليوم يوم النحر، هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل. نهارا عظم قرن أحبابي الكرام، نهارا يوم النحر،
نهار ذجن النهار غسجن الشني على غرب سبحانه وتعالى. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي في سننيهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله لم لحم السن غرب سبحانه وتعالى، أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ومقن يوم النحر هو نهار أحباب الكرام، نهار إذ تعيذني مسر من ذي غرسن الأضحية ينحرون فيه أضحيتهم ويتقربون إلى الله عز وجل بنحر أضحيتهم بهذا النسك العظيم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ويوم القر، ومقن يوم القر هو ذي وشاء، يعني اليوم الذي يلي يوم النحر، يعني اليوم الحادي عشر. يوم النحر تريد إنها عشر ذي الحجة، إنها عشر إنها حيض عشر. إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله عز وجل لم لحم السن غرب سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، إن منح المولى جل في علاه وهباته الكريمة على هذه الأمة ولهذه الأمة لا تنتهي عند هذا الحد، بل إن الله عز وجل لم يجعل لأهل الإسلام في عيد الأضحى يوما واحدا فقط، وإنما جعل لهم أياما، أياما أربع، منها عشرة ذي النيوان السن والسن قانسنت أيام التشريق حيث عاش 12 13 والسنين مرة شن حباب الكرام غانغذر عيد. فبشرى لأمة الإسلام مرتغى الأقوى من نظني ذي الأمم من نظني رعيوذ نسن عدون في تفاهات، عدون في ملاهي وترهات، عدون في شركيات وخزعبلات، نشن رعيوذن أحباب الكرام رعيوذن فراحة، كذلك ذرعيوذن الحسنات، ذرعيوذن الطاعات، ذرعيوذن القربات. رب سبحانه وتعالى إن نغو منها عشرا ذي الحجة ترتية من يوانس حيث عشتن عشتر التاش إني أسني مار رغم كنو أهل الإسلام ذرعيذ. تلك الأيام تسمى بأيام التشريق، مما إذا سنتقان أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيه اللحم، يعني تقنك سوم ذر قديد ذي ترتية مني غواني رعيد، فسميت بأيام التشريق. هذه الأيام حباب الكرام فضلها عظيم، والسنين رنه نغاس نجن رفضر ذا مقرن كسيند رفضر نسن زي رعيد زي نهاني رعيد كسيند الشان لأن رسقن دي نهاني رعيد. فلذلك حباب الكرام خرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام أيام التشريق: إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والسنة إن شاء الله تعالى والسنة نهارا نرعيد ترتية من يوانس والسنة نرعيد مرة احتقن الفقهاء والنواي غريسن نهارا نرعيد غاسر حق ذي غاستي وشا، والنواي غريسن تي وشا غاسر حق ذي غاسفا وشا. المالكية بالدندا علماء المالكية قرش منها نعد يومين وانس، قول جمهور الفقهاء ذني احتر نهان 13 غاس شنر وقت غال اضحية ني غاس واس نيغ غصبح نيغ وعشي. وعلماء المالكية كرهوا النحر ليلا، وجمهور الفقهاء قالوا لا بأس بها حتى في الليل. فلذلك احبابي الكرام حتى وني واي غريسن ذي النهار غاسر حق ذي غاس ذي النهار 11 ذي النهار 12 ذي النهار 13. وهذه بشرى مجموعة يتمثن خصوصا يتمثن يتعيشن دو قروبا وغاسن تيري بور وقت غاسن ذي النهار رعيد، إما بدعوى أنه الحسران ني غاسن شان الضرورة ني غيق جرحار، فغاسن إن شاء الله تعالى حتى ترتية مني أوان رعيد غاسن حق غاسن إن شاء الله تعالى. لذلك نشين دي الدين نغسن أيام التشريق غانغ لا يجوز صيامها، نهان 11 12 13 ذي الحجة ترتية من ذي تسنى وان رعيد ثني لا يجوز ذي سنزوم، ما مش لا يجوز نزوم ذي رعيدا مزيان ذي رعيدا مقرن ما يمي أحباب الكرام لأن تحسب ذو السن رعيد. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات أرسل مناديا ينادي السكي الجنيت كبار رح من يقار لا تصوم، قرسقي النوم النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم هذه الأيام، يعني حيل عشر 12 13
ذي الحجة، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلذلك لا يجوز صيام هذه الأيام، كما أنه لا يجوز صيام يوم العيد من مدوي غوارة، لأنه 11 من يعناء، 11 ذي السفت، 12 ذي الحج، 13 ذي الاثنين، باش وادي تسوش ان يجنس قيه مثلا غير نوم نتزمر اثنين در خميس، هذا شي نقاش نوم تزمر اثنين در خميس، فهذا لا يجوز صيامه، وخاتو غير تزمر اثنين در خميس، اثنين يديكوان واتي تزمشا، لانه من ايام التشريق التي لا يجوز للمسلم ان يصومها. ايها الاحبة في الله، هذه الايام قال عنها الفقهاء، قال عنها بعض العلماء انها هي المقصودة في قول الله عز وجل: واذكروا الله في ايام معدودات، فسماها الله عز وجل أياما معدودات، وأمرنا فيها بذكره وطاعته. خميق النبي صلى الله عليه وسلم: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. شث، سوث، فاحث، إراث، قصاث، أكذوي الجنوم، فمليانوم، قصلة الرحم، فقد ثيوية، غوم في دينكم، فسحة معشر المسلمين، ولكن بضوابط شرعية. وجبوا يمني، وجبوا ذيان جمع ويوفين ياوس، لا أحباب الكرام، وإنما تنضبط الفرحة في ديننا، وينضبط الانبساط في ديننا، وتنضبط الفسحة في ديننا بضوابط شرعية لا بد للمسلم أن يحتاط لها، وأن يعرفها ويتعلمها، وأن ينقاد لها. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بعض أهل العلم يقفون عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ننشوف خزار النبي صلى الله عليه وسلم وتيجيشينا أيام أكل وشرب وشصفوها، لا بد تصديقا وذكر لله عز وجل، يتنبهان على أنه يمسرم وجنها غين جرفة ينجرفة، وهلا هذا سغدر قضو شدر قضس، وهلا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاران غاق المكلة نتتم تسهن تسم أطهل نتهل ذي البدن نوم ذي الجسم نوم ما يمذي استهل فشذي يعبد ربي سبحانه وتعالى، استهل ذيس فشذي وحد ربي سبحانه وتعالى، فشذي بذي الصلاة، فشذي إرسني غادي ينطلق بالذكر، باش تتاويني غادي رنت العبادة، باش يمسجن ذي رنت العبادة، باش يفسن ذي رنت العبادة، باش يذعني غادي رنت العبادة. أيام أكل وشرب ولكن سرسقك كيسر بدا وذكر لله عز وجل. أمسرم عما سذين أذي بعض خطاع عن ربي سبحانه وتعالى، أمسرم الحياة نسام تكمر ذي العبادة ربي سبحانه وتعالى، كل حركة وكل سكنة وكل خطوة وكل كلمة وكل نظرة وكل ابتسامة وكل أي شيء تكيه أمسرم إن صحت فيه النية كان عبادة له، يثقل بها موازينه يوم لقاء الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، مرت غرب سبحانه وتعالى إن نذكر الله في أيام معلوم معدودات، مرت النبي صلى الله عليه وسلم إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهل يليق سكم سر ماذي يغفر ذكو السنة ذكر رب سبحانه وتعالى؟ هل يليق ربي تمارا نستطاع ذي العيدة ذو السنة نعيد النبي صلى الله عليه وسلم أذكاني مسر من أذغفر نخطاع عن ربي؟ أذكاني مسر من أضيع عن الصلوات؟ أذكاني مسر من أذغفر نخذ ذكر ذي الأذكار ذي القربات؟ لا أحبابي الكرام، لذلك لا ينبغي للمسلم أن يغفل أو أن يتغافل عن الطاعات في هذه الأيام، وخصوصا منها الذكر الذي أمرنا به في قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. لا تغفل أحباب الكرام، رطبوا ألسنتكم بالتهليل والتكبير والتحميد. مرمي مثل يوم قواني تقانس التكبير المقيد تغص الصحابة رضوان الله عليهم زي النهار يمزوان نوقف بعرفة زي النهار عرفة آخر أيام تشريق آر تغريد فوشت آخر أيام التشريق، يعني النهار عيد 11 12 النهار 13 آر تغريد فوشت النهار 13 ونقيو السلامين مرة نذكر ربي سبحانه وتعالى ويغفرش الإنسان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ويغفرش الإنسان خل استغفار خذ ذكر ربي سبحانه وتعالى، خصوصا
عقب الصلوات أواني الصلاة مرمي ما يسجم الإنسان مسرم مرمي ما يسجم زي الصلاة أذي كبار رب سبحانه وتعالى أذي هل الذي يحمد أذين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الصلاح والفلاح والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى، وبعد. أيها الأحبة في الله، يقول المولى جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فاستبشروا خيرا وأملوا خير. أحباب الكرام، نهار رجنا النهاية مغاية جمعون ذيس ربي سبحانه وتعالى اثنين رعيود رعيدا قران إذا سنقاشين يوم النحر ذي الجمعة عيد إن مسرمن عيد المؤمنين. صلى الله عز وجل أن نكون من أهل الإيمان. يجمعان غيس رب سبحانه وتعالى مجموعة الطاعات للقربات، نزوج ذي صلاة العيد، نحضار الخطبة، تغافرنا تصالحنا، نصفيرون نزروي الجنة نزروي الجنة جيراننا، نغاسي الأضحية، نتقرب غرب سبحانه وتعالى. سل أضحية نذين رب سبحانه وتعالى: لن ينال الله دماؤها ولا لحومها ولكن يناله التقوى منكم. أيها الأحبة الأفاضل، هذه عبادات كلها جمعها الله عز وجل لنا في هذا اليوم المبارك. أفلا يليق أن نفرح؟ أفلا ينبغي أن نفرح بهذه الطاعات بهذه القربات وبما قدمنا؟ ذي النوي الزوم من عرفة، عرف ذين النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة قابلة. ذي النوي زوم من 9 أيام في كمر سعداته، ذي النوي صدقا سعداته، ذي النوي فقدني بوبريثن سعداته، ذي النوي ويسيد في الفرحة خي بوبريثن ذا الأرامل ذا اليتامى سعداته بصحته. ولكن أحبابي الكرام، إياي وإياكم أديس الشيطان نهارا نغتيو الشنغفا والشنغفر فاوشا أخان غي السازق تزيوذياً الطاعة، أخان غي السازق تزيوذياً القربات، أخان غي السازق تزيوذياً الحسنات. إن شأنت صدر بزين غي قبر الطاعة تذين مرة يحذروا قشياطين الإنس والجن أقشمرن على ساعد الجد أقين وجدن أقيسخدم رعسكا يوجد أحذر غاك يونيس وجدنا ذي قورا ذي قسنا غاك قشت قشن ورازي استخيق ذرب سبحانه وتعالى غاك يوني غير أحنا ذي قسيلة الرحم أذي سمح للضوابط نشرع أذي بدأ أذي شوقها أذي يري الاختلاط أذي يري تحنجرين متبرجات سافرات كاسيات عاريات أذي قار أذي تسجم خل محارم وغير المحارم من نسائه أذي السغيفة السنة ثني التي لا يحللن له ثني ومواي ترقى خسدي سجم نغذي مخلطك ثني ومواي ترقى كيزنتي مخلط نغ نغ نغ. احذروا أحبابي الكرام سورغك ذي خفينو ذمزوى لنحذر هذه المطبات ولنحذر هذه الأفخاخ قين ذي الفخوخ إجان خني إبليس يزو غذان غضر ذيسن ذي المعاصم رب سبحانه وتعالى باش وان تعربوا مزرين طاعة ندنوي باش وان تعربوا مزرين الحسنات ندنوي. فاحذروا أيها الأحبة في الله، احذروا وأنتم تجتمعون وأنتم تتزاورون لنحذر ونحن نجتمع ونتزاور ونصل الأرحام من مكائد إبليس، فإنه يريد أن يضيع علينا فرحتنا بعيدنا وبما قدمنا في الأيام السابقة من عبادات. احذروا أيها الأحبة الأفاضل، احذروا من الغيبة لأنها فاكهة المجالس. من مخصغ الغيبة بالضبط لأنه من انذور نهارا إلا ويحمى رب سبحانه وتعالى خصوصا ذي المناسبة ذينا إذ انتمون عوضا نمون ذكر رب سبحانه وتعالى ذي الطاعة عوضا نمون خوور رب سبحانه وتعالى عوضا نمون خمنا غين فعن انتمون أربعة نمسر من انتمون نخل غيبة انتهاك أعراض الناس جبد دفران سيور دفران مزريد فران من يقا مزريد مزريد مزريد. فاحذروا أيها الأحبة في الله، احذروا من هذه الخصلة الرذيلة، احذروا من هذه الكبيرة من الكبائر. إذ إن رب سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. احذروا في هذه المعصية التي قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم محذرا: إياكم والغيبة. قيل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قام رجل من الصحابة فقال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟
قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. الغيبة يا أحباب الكرام، الغيبة يلين الحسن البصري رحمة الله عليه، والله ويجج الحسن البصري. هذا الرجل التابعي من سادات التابعين الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، إن الحسن البصري رحمة الله عليه والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. إن الغيبة تزر ذي الدين بنادم، تت الدين بنادم، أشنو ما مش تزور ياك الشوط، أما شنو ما مش تت الأكلة. الأكلة ذو النمق الأطباء الغرغرينة، ذو النو تسمى النهار الأطباء سرطان العظام، أبعوش نترين دك غس يتتي غس الساشات بنادم. إن نغا قيم نيتك الغيبة ذي الدين ومسرم تتاس الدين النس، يدكور والو، يدكور الدين إذا غنبو بنتسين فتوها أرغى يوض بسبب هذه الغيبة. تقطع الأرحام وتنتهك الأعراض وتيري قطيعة الرحم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا إننا أقى فساد ذات البين، ومقن فساد ذات البين هو رخضين وغياخ، هكذا رخضان شي غياخ فيه، نشواش حمر شكوى ذي تحمر، شكوى كي تجيغ مليح شكوى كي ذي تجيغ مليح، شكوى غاك تيسغ شكوى غاري تيسغ. هذا يسمى بفساد ذات البين. إن خس النبي صلى الله عليه وسلم فإنها الحالقة تحفى منهم تحفى، لا أقول تحلق الشعر وجي تحفى يا شواف، ولكن تحلق الدين، تحفى الدين ومسرم. يقرأ عبد الله بن المبارك، المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة، إن فر من المغتاب فرارك من الأسد. أور زقني إبراني خف النس الغيبة، أور زقني السوار ندقوذان، أما مشنو مش ترك ورد زقويرد ما يميل، إنه وإن ذي دي السيد في الفساد خد دينينو، ذي دي السيد في الفساد خد دنيينو. الغيبة تفسد الدين والدنيا، الغيبة تهلك الدنيا والآخرة. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وعظموا هذه الأيام حق تعظيمها، واعلموا أن أنها من شعائر الله عز وجل التي قال فيها ربنا جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعلني الله وإياكم ممن يعظم شعائر الله حق تعظيمها. اللهم وفقنا لتعظيم شعائرك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم يا رب وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم يا رب أدم علينا هذه الأعياد أعمارا عديدة وأعواما مديدة، اللهم استعملنا فيها ولا تستبدلنا، واستخرج منا ما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلف بنا عن نهجهم وطريقتهم، يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، أمير المؤمنين الملك محمد السادس. اللهم أرِه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرِه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين، وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الشحناء، طهر قلوبنا من البغضاء، طهر قلوبنا من الكره، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعلنا إخوانا على سرور المتقابلين، اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتبادلين فيك. اللهم أجرنا بخير أجر، اللهم أجرنا بخير أجر، اللهم أخلف علينا ما أنفقنا، اللهم أخلف علينا ما أنفقنا، اللهم أخلف على المسلمين ما أنفقوا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين.
مروني موت شنجز العائلة، نسأل الله عز وجل أن يتغمد موتانا أجمعين برحمته. اللهم تغمد موت المسلمين أجمعين برحمتك، الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفونا وغفرانا. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا لم يشهدوا معنا لا صلاة العيد ولا صلاة الجمعة، ما حبسهم إلا أنهم طريحي الفراش، حبسهم المرض. اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا. اللهم رب الناس ذي بالباس، شو انت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب البسهم صحة جديدة، اللهم البسهم صحة جديدة، اللهم البسهم صحة جديدة. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، التصنيف ما قين دير حبوسات مظلومين، حد أول مرة يتعيد دير حبس من ما. اسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم فرج هموم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم فرج هموم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم وسع على الفقراء، اللهم وسع على الفقراء، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل رزقهم كدا كدا. يا رب خير قارس الدخول المدرسي، ريد نسن غير عيد، ريد نسن غير الدخول المدرسي. اللهم افتح عليهم ابواب رزق من عندك، اللهم افتح لهم ابواب رزق من عندك. اللهم حنن قلوب الاغنياء على الفقراء، اللهم حنن قلوب الاغنياء على الفقراء، اللهم حنن قلوب الاغنياء على الفقراء. يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين، اتصن اخواننا غاسن نسن فاميليا نسن دير حج، نسال الله عز وجل لهم حج مبروره وذنبا مغفوره وسعيا مشكوره. نسال الله عز وجل ان يعيدهم الى اهليهم وذويهم سالمين غانمين معافين ان شاء الله، ماجورين غير ماجورين، وان لا يقبضنا اليه حتى يبلغنا ذلك المكان، وان يرزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب.